السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وصل دورنا ديالنا، تحنا وصلونا إن شاء الله. يعني أول ما قبل كل شيء خصنا نشرحوا هذا الموضوع بكل صراحة، لأن أنا كنشوف بعض الناس يعني كيديروا هذا الموضوع بالضبط، ويعني كي يعني ما كيكونوش فيه صادقين. الصدق في هذا الموضوع أن هذه الشركة ديال بانغود هذه شركة شينوية، عندك علي بابا، عندك بزاف ديال المواقع يعني كيتصلوا بالقنوات الكبار، يعني القناة اللي كبيرة عندها واحد العدد كبير ديال المشتركين او سميتو، كيتصلوا بهم كيقول له الله يخليك غادي نعطيك مقدار ديال 70 دولار في المثال، 70 دولار تشريها تاخذها من الموقع ديالنا، ماشي تاخذها يعني تطلبها لينا، غادي نصيفطوها لك مقابل لا شيء، غادي نصيفطوها لك مقابل لا شيء يعني، وتعرضها في القناة ديالك على الناس وتحط الروابط ديالها اللي دخل على دوك الروابط، هذاك هو الاستفادة ديالهم، هما الاستفادة ديالهم ان الناس يجيو عندهم يشريو عندهم، والاستفادة ديالك انت انك خديتي حويجات فابور ما عطيتي فيهم حتى فرانك، يعني بحال هاد المواد، بحال هاد المواد وهذا الشيء في المواقع ديال برا، كيما كيديروا الناس اللي كيديروا تشجيع السكر ديال النمر، كيما كيديروا الناس اللي كيديروا تشجيع الهادي والهادي والها بزاف. هذا هو احل الله البيع وحرم الربا، ما نكذبوش، غير الانسان ما يكذبش يكون صادق. اشنو هو ما يكذبش؟ يقول هدايا وصلتني هدايا، او يقول مشترياتي من موقع فلان فلاني، بحال هذا الشيء ماشي صدق. والصدق كيبغي نكونوا صادقين، نقولوا داك الشيء اللي عطى الله. الشركة هي اللي كتصل بك كتطلب منك كتعطيك واحد المقدار المالي، كتقول لك شري هذا، اختار المشتريات اللي بغيت، غادي نصيفطوهم لك فابور وانت دير لينا هذا الشيء، تقدمهم في القناة ديالك واسميتو. انا اليوم وصلوني ها هما، يعني ها هما يعني ما مقلش عليهم الجماريك، يعني تقريبا الاسم ديالك كيكون الاسم ديالك، ها هو افشكو ابراهيم، حيا افشكو ابراهيم، ها هو يعني كيكون الاسم ديالك سميتو، كيوصلوك المشتريات اللي اخترت انا، هما هادو هاد لي بتي بياس اللي اختارت تماك، بحال هادي ديال الكفته خاصه بالكفته، كتصوب لك خبيزه ديال الكفته عامره في الوسط، باغي كتعمريها بالبطاطا وتعمريها بالشهاجه وبالفرماج وبسميتو، كتعطيك فورما يعني ديال الخبزه اللي يمكن لك تحطها على كاسكروت في الهامبورغر، تحطها فسميتو هي هكا نورمالمون هكا، بحال الشرح ديالها هو كيجيك معها واحد الورقه بحال هادي، يعني كتحطي فيها الحاجه، كديري الكفته كتعمريها في الوسط، كتسديها كتضغطيها كتجيك خبيزة بحال هكا واقفة. هذا هو الدور ديال هاد الآلة بالضبط عندهم، وهاد الشيء عندهم تقريبا الأثمن ديالو رخاص في الموقع ديالهم، رخاص يعني أثمنة رخيصة جدا جدا، والمواد كنعرفوا أن هادو مواد، يعني ما نقولش لكم أنها مواد أود كلاس ولا أود كاليتي، ما نقدرش نقول لكم هكا، غادي نقول لكم الصدق. كاينين الحويجات عندهم زوينين بحال في المثال هاد لي بوش، هاد الدويات ديال لينوكس ممتازين صحاح شادين رسول، ما يمكنش تضغط ما يمكنش، وفيهم ازواقات يعني اشكال يعني مميزه جدا جدا جدا، بحال هكا هانتوما، يعني كتختاري داكشي اللي يعجبك. هنا عندنا بحال هاد لي طابي، ان شاء الله هاد لي طابي وهاد الدويات راه غادي تشوفوا لا ديكوراسيون ديالهم، غادي ندير لكم دي طارت ونزوقهم بهم ونزوقوا ان شاء الله كل حاجه غادي نديروا منها ان شاء الله، غادي نخدموا بهم، لان بحال هاد الماتيريال كيساعدنا كيعطينا واحد مساعده باش نعطيو دي بون ديكوراسيون، يعني اشياء جيده ان شاء الله. بحال هاد لي طابي كنصوب بهم ديك لاباط، يعني هاد لاباط كتباع، ديك لاباط باش كيخدموا باش كنخدموا هاد سميتو هاد الزواقات كتباع. انا غادي نوريكم ان شاء الله قريبا وصفه ديال هذيك لاباط، الله اكبر، بحال هاد لاباط هاد لي طابي ديال السيكوا، يعني كيمكن لنا نخرجوا منهم هاد لي زواق، كنزوقوا بهم لي طارت من جناب، كنزوقوا بهم لي بياس مونتي، يعني كنديروهم بزاف ديال الحوايج، وهاد هاد الشيء عندهم تقريبا رخيص في الثمن ديالو رخيص. هنا عندنا بحال هاد الشيء باش كنصوبوا بحال هاد الزواقات، كنصوب بهم هاد لي ديكور، ها هما شفتوهم في لاباط ديال السكر، يعني عجينة السكر نقدروا نديكوريو بها بحال هكا، يجيونا مربعات واشكال بحال هذا، بحال النجمات، بحال يعني بزاف ديال الاشكال يمكننا نزوقوا بهم هذيك لاباط ديالنا ان شاء الله. هذا من جهة،
كل شيء هذا الشيء تقريبا يعني بواحد الثمن اللي حدوا لك، كيحدوا لك واحد الثمن كيقول لك غتحدد، كيحدوا لك 70 دولار كيقول لك هذا 70 دولار خذها عندنا، هاد الاشياء اللي عجبتك اللي بغيتي انت، اللي بغيتي تخدم بهم، اللي بغيتي تجربهم. وحط لينا الروابط باش الناس اللي بغاو يجيو عندنا مرحبا بهم يشريو عندنا، هذا هو المهم. بحال هذه كنصوبوا بها ورده من الخز، ورده بحال المنجره، منجره هي في الاصل منجره كبيره يعني فيها هاد الزواق، فيها الزواق سامبل، بغينا نقطعوا بها سامبل، بغينا نقطعوا بها يعني مزوقة بحال هكا، كتعطينا هاد النتيجة ها هي اللي كتشوفوا فوق سميتو. والنتيجة الحقيقية غادي نشوفوها في الواقع إن شاء الله في مقبل من الأيام. هنا بحال هادي كنحكوا بها لاباط ديال لي طارت، يعني باش علاش ملي كنحطوا لاطارت كنديروا لها كنغلفوها بديك لاباط، هادي كنحكوها بها باش تجينا مقادة وتجي ليس وتجي يعني ممتازه ان شاء الله. هذه كنصوب بها الوردات، هذه ورده صغيره، هذه ورده كبيره، غادي نستعملهم ان شاء الله في اشياء في مقبل سميتو. بحال هكا ها انتم بحال هكا كيجيو فيها وردات زوينين، كيجيو ممتازين ان شاء الله. هذا من جهه. بالنسبه لهذا الشيء اللي هادو هما المشتريات اللي وصلوني الان، كاين مازال شي مشتريات غادي يكملوا هذيك 70 دولار اللي عطاونا فابور. وكنتمنى من الناس يعني يكونوا صادقين، من دائما ملي غادي يديروا واحد العمليه ولا كديروا شي عمليه، المهم كيدير الانسان واحد الحاجه ولا كيعطيوه الناس ولا كيطلبوا منه. البيع والشراء راه ماشي حرام، الحرام هو الانسان يكذب او يقول غير الحقيقه، يقول ما نكذب ما نقولش عليك ما عليهم كذابين، غادي نقول يقولون كيقولوا داك الشيء اللي ماشي واقع. مشتريات او هدايا، هدايا ماشي هديه كتسمى، هدية إلا عطيتك واحد الحاجة بدون مقابل، الهدية إلا عطيتك واحد الحاجة مقابل، هادي عطوني هاد الشيء مقابل أنني ندير فيديو، مقابل أنني نحط لهم روابط ديالهم باش اللي بغى يشتري عندهم. يعني هذا بيزنس كيتسمى بيزنس داخل، كان بحال إلا يعني درت لهم بيبليسيتي لهاد المسائل ديالهم باش الناس يشريوا عندهم. وفعلا موقع ممتاز، هذا الموقع موقع ممتاز، كيبيع داك الشيء رخيص، عنده أثمان رخيصين، عنده مسائل مختلفة، عنده لي زاباري الكترونيك، عنده جميع في جميع الملابس، عنده أشياء أنا كنتقدى عندهم، ماشي كنتقدى عندهم، كنشري من عندهم، شريت عندهم لي جاكيت ديال وليداتي، شريت عندهم، أنا كليان عندهم، كنتقدى عندهم. يعني كنشري عندهم مشتريات زوينين، شريت عندهم بزاف ديال الحوايج الكترونيك، ها هو بحال هذا البوق في الميتة باش خدام انا، شريته من عندهم بحال هكا، ها هو بحال هذا البوق شريت من عندهم 1500 درهم باش شريته، ماشي عطاوك لي فابور، ما كيعطيوكش فابور، الا غادي يعطيوك هذا كيقول لك حطوا لينا في القناة ديالك ودير 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 لي بيبليسيتي ودير عليه فيديو ودير عليه سميتو. يعني بحال هادو شريناهم عندهم، كنشري عندهم بزاف ديال الاشياء، وشريت عندهم تليفونات، وشريت عندهم سميتو. واللي كي ملي كيحط الانسان، ملي كيهضر الانسان على واحد الحاجه في الفيديو، الشرط ديالهم الوحيد انه يحط الرابط ديال هذيك الحاجه تحت الفيديو ديالو باش الناس يدخلوا من هذاك الرابط، وكيحسبوا عليه انه هو اللي صفت هذاك الناس. هذاك الشيء علاش عطاوك؟ ما عطاوكش لله، ما كاينش لله في البيزنس. الشينوا كتعرفوهم، الشينوا كيعرفوا بيزنس بيزنس، والنصارى كل شيء، ونحن المسلمين حتى حنا الحمد لله ان الله احل البيع وحرم الربا. الحاجه الخايبه ان نقولوا الاشياء ونسميوها بغير مسمياتها، هدايا مشترياتي، مشتريات، المشتريات غادي نجيو للمشتريات. المشتريات اللي غادي تشريو خصكم يكون عندكم اولا او اما حساب في بال، ثانيا اما حساب بيونير، ثانيا اما ان كارت بونكير ديال الويب الخارجي اللي كنشريو منها بالويب الخارجي، كنشارجوها ب 10000 درهم 5000 درهم 8000 درهم، كتشارجيها في العام، اللي كيعطيوك واحد السقف مادي ما تفوتوش في العام. السقف المادي اللي كيعطيوك هو 10000 درهم، كيقول لك 10000 درهم ها هي في الحساب ديالك في البنكه، وكيعطيوك ان كارت كتكون عندك بحال هنا، غادي نوريكم لي كارت، ها هما بحال هذه، ها هي افشكو ابراهيم، افشكو ابراهيم، هذه ان كارت بونكير، غادي نحاول نغطي هاد الارقام ديال الكود ديال الكارت، افشكو ابراهيم
كارت فيزا من عند وفاء كاش كيمكن لك هاد لا كارت تشري بها تكون عندك فيها 10,000 درهم. ملي تدخلي لشي موقع عجبتك شي حاجه مجرد انك تشريها توركي ديري الرقم ديالك ديرها سميتو كتخلص في البلاصه كيصيفطوها لك. هادي عندنا في المغرب عندنا هو عندنا الشركه العامه للابناء كان هاد الشركه وفساله فعندنا يعني كاينين لي كارت اللي الانسان اللي عنده شي حساب شي بنك كيسول هذيك البنكه اللي هو فيها راه غادي يوريه واش عندهم ما عندهمش. انا كنعرف وفساله عندهم كنعرف الشركه العامه للابناء عندهم البنك الشعبي انا عندي فيها الحساب ما عرفتش واش فيهم تقريبا واش عندهم حتى هما ما عمرني سولتهم. ولا تكون عندك كارت بيونير الكارت هذا بنكا امريكان يعني ها هي افشك ابراهيم لكارت سميتو مغطي الرقم ها هي بيونير هادي تاي كتكون عندك كتشري بها في جميع انحاء العالم هادي كتدخل بها الفليسه ديالكم برا الا عندك برا كتدخل بها كدير بها عمليات هادي كارت بنكير حتى هي خارجيه ويمكن لينا هاد البنكا هاد الكارت الخارجيه يمكن لينا ندخلوا بها الفلوس يمكن لينا نخرجوا نخلصوا بها في اي مكان او نديروا حساب بيبال حساب بيبال ما كنحتاجوش لا كارت كنحتاجوا يعني نفعلوا وطريقة باش يفعلوها راه كيشرحوها الاخوان ديالنا في المجال الالكتروني يشرحوا كيفاش دير حساب بيبال وكيفاش تفعلوا كيفاش تعمروا وخص اللي يعمروا لك من برا ما يمكنش ليك تصيفط ليه الفلوس من الداخل الا كنا حنا المغاربه بغينا حنا في المغرب ما عندناش اللي يعمر لنا الحساب ديالنا على برا في المثال اللي داير لنا فيه الفلوس اللي نبغيو واللي نبغيوهم ولا نبغيو نشريو شي حاجه ولا نبغيو سميتو ما يمكنش لكم الا تستعملوا هاد لي كارت ديال المغرب المغربيه اللي لداخل ديال المغرب واللي القيمه الماديه ديالها ما كتعدى 10,000 درهم كل سنه الا خسرتي ديك 10,000 درهم قبل سنه راه ما يمكنش لك تتسنى تكمل العام ديالك عادي يمكن لك تشارجها ان شاء الله. هذا مهم من جهه هذه هي الطريقه ديال الشراء من المواقع اجنبيه ان شاء الله حنا شرحنا لكم والمهم كل شيء هذا الشيء اللي بغيت نهضر عليه اللي مهم جدا جدا نكونوا صادقين مع الناس الا بغينا نشرحوا لهم شي حاجه ولا بغينا نقدموا لهم شي حاجه ولا بغينا نبيعوا شي حاجه في القنوات ديالنا يعني شاركه اتصلت بينا كتقول لنا الله يخليك القناه ديالك كبيره بغينا نديروا مع عندك شويه تبيع لنا المواد فعلا غادي نقول ها هي هذه كتبيعها الشركه فلان فلانيه اللي بغى يشريها من تماك يعني ها الرابط ديالها تحت الفيديو ديالي يدخل من داك الرابط الا عجبو حنا ماشي هادشي حتى شي واحد ما غادي يفرض عليك دخل لشي رابط بزز منك هذا المهم من جهه هذا هو المهم انك حر دخل انت تقلب على الشركه تمشي تشري منها مباشره او تدخل من الرابط ديالي تمشي تشري تنفعني بدك الدخول ديالك من الرابط ديالي هذا هو المهم وهذا هو الصدق وهذه هي الصراحه. نتمنى ان شاء الله نكون افدتكم ونتمنى من الاخوان يكونوا صادقين ما يقولوش هدايا ما يقولوش مشتريات لان المشتريات غادي تخلصهم وغادي الا كان المستوى ديالهم هابط من 1000 درهم لتحت او 1500 درهم لتحت راه ما عندك حتى شي مشكل الا جاب الله المشتريات كيتعداو 2500 درهم 3000 درهم 4000 درهم راه غادي تخلص الديوانه هادوك ما كتخلصش فيهم الديوانه نهائيا مقبول بدون رسوم جمركيه الديوانه كنخلصوها ملي كيكون واحد المقدار واحد الحاجه كثيره في المثال نمشي نجيب في المثال نجيب من هذه 20 او 30 بياسه هنا دخلت في ميدان البيع والشراء يعني كنبيع ونشري اشنو كنبيع ونشري كنجيب هذه الحاجه كنبيعها ونشريوها والحمد لله دروك كاينين شركات في المغرب شركات في المغرب وهما اللي كيتكلفوا لك بالديوانه كيتكلفوا لك بهذه المسائل كاملين بحال الناس اللي عندهم محلات بحال الناس اللي كيبيعوا هاد الشيء ديال الحلويات الا بغاو يشريو من بحال هاد المواقع ويشريو من الشركات ديال في برا في الشين وفي بلاصه اخرين هما اللي كيتكلفوا ليهم كتجيهم السلعه كيخرجوا لهم الديوانه كيخلصوا المسائل ديالهم القوانين ديالهم كيشريو الحاجه ديالهم وكيبيعوها فعلا ملي نشيبوا هادي بالدولار في المثال او جوج دولار او ثلاثه دولار في هاد الموقع كنمشيو كيجيبوها هما كيخلصوا الديوانه كيخلصوا الشركه كيخلصوا دوك المسائل ديالهم كتوصل عندنا واحد 25 دولار او 20 دولار 20000 فرانك او 25000 فرانك وهي نورمالمون راه كتسوى دولار ويعني من حقهم
لان غادي يخلصوا الديوانه، غادي يخلصوا هذيك الشركه اللي دخلتها، غادي يخلصوا الترونسبور، غادي يخلصوا المسائل ديالهم، وهما كيديروا عمليه حسابيه ديالهم كيوصلوها، كتوصل عليهم في المثال 18 فرانك او 16 فرانك او 20 فرانك، كيديروا لها الثمن باش يربحوا. هذا مهم من جهه، هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقه في هذه المواقع ديال اللي كيبيعوا ملي كنشوفوا شي قناه. اي قناه حطت بحال هذا الشيء قالت لكم هذه الهضره اللي قلت لكم، راه تبارك الله عليهم، راه الصدق احسن من غيره. الا قالوا لكم راه هدايا او هذا، حتى شي واحد ما يعطيك هدايا. الهديه ملي نعيط على ملي نعطي واحد الانسان نعيط عليه نقول له الله يخليك هاك هدي، هذيك هديه من عندي، هذيك هديه. المقابل ديال الهديه اشنا هو؟ لا شيء. اما هذا بيزنس، هذا نعطيك هاد المواد كلهم، نعطيك هاد المواد كلهم، ذكرني في القناة ديالك وحط لي الروابط في القناة ديالك، هذا هو الواقع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إن شاء الله.